وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من السليمانية الباحث في الشأن العراقي السيد شاهو القرداغي. مرحبا بك سيد شاهو. تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حفظكم الله. سيد شاهو، بداية، ما زالت تداعيات مقتل قاسم سليماني تتوالى، كيف ترى ردود أفعال قادة الميليشيات في العراق على هذه الحادثة؟ الحقيقة ردود الأفعال وخاصة من الميليشيات الطائفية المرتبطة بإيران يؤكد أن جميع المحاولات وجميع الشعارات حصر السلاح بيد الدولة والتي رفعت من قبل الحكومات السابقة، حكومة المالكي وحيدر الأبادي وحتى حكومة عبد المهدي، كانت بمجرد خداع للمواطنين وللمجتمع الدولي، وأن الميليشيات كانت تحافظ على سلاحها وقوتها وكانت جاهزة لأن تكون وقودا لمشاريع إيران داخل العراق وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية بسبب توجيهات خامنئي. هذه الردات الفعل تؤكد أن هذه الميليشيات ميليشيات مرتبطة بإيران ولا تضع أي اعتبار لمصلحة العراق والعراقيين، بدليل أن هناك مطالب عديدة طالبت بحصر السلاح الميليشيات داخل الدولة ولكنها رفضت لأنها كانت تدرك أن هناك مشروع إيراني سوف يتطلب استخدام هذه الميليشيات وسلاحها في حرب بالوكالة على أرض العراق، ويتم حرق شباب العراق وجعلهم وقودا لمشاريع إيران داخل الأراضي العراقية. سيد شاهو، كما تعلمون رغم عدم اكتمال النصاب صوت البرلمان بالموافقة على إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع قوات التحالف، إلى أي مدى ترى أن التصويت كان مدفوعا بقرارات خارجية؟ وهل سيستطيع متخذ القرار تنفيذ هذا القرار وهو إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع قوات التحالف برأيكم؟ هذا البرلمان الحالي وبسبب عمليات الغش والتزوير أثناء عملية تشكل هذا البرلمان طعنت في شرعية البرلمان، هذا أولا. ثانيا، هذا البرلمان عجز عن تمرير أي قانون لمكافحة الفساد، لمكافحة حيتان الفساد، لمعاقبة المسؤولين عن قتل أكثر من 500 مواطن عراقي، وبالتالي هذا البرلمان لا يمثل الشعب العراقي، لا يمثل أصوات الملايين ممن خرجوا في الساحات، بل يمثل أحزاب دينية وقادة ميليشيات رفعوا صور شخص إرهابي داخل البرلمان العراقي وهتفوا باسمه وجعلوا من البرلمان العراقي كأنه ساحة من ساحات أداة إيرانية داخل العراق. وعلى الرغم من هذا القرار، أنا أعتقد أن القرار مجرد عنتريات وشعارات استعراضية، لأن الأطراف العراقية الأطراف الحالية وصلت إلى الحكم فوق الدبابة الأمريكية، ولولا الدعم الأمريكي لما كان باستطاعة هؤلاء قادة الميليشيات أن يتحكموا بالعراق. سيد شاهو، كما تعلمون أن القرار قد اتخذ. سيد شاهو، يعني سؤالي لكم بالتحديد، هل يستطيع متخذ القرار تنفيذ هذا القرار وهو إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع قوات التحالف؟ نحن رأينا أنه بمجرد إصدار هذا القرار أصدر الرئيس الأمريكي تهديدا قويا بأنه سوف يفرض عقوبات حقيقية على العراق في حال تم محاولة إخراج القوات الأمريكية بشكل غير ودي. لا يمكن للعراق أن يقدم على هذه الخطوة، لأن العقوبات الأمريكية يعني إنهاء العراق. العراق لا يستطيع تحمل هذه العقوبات، لأنه ليس هناك دولة تستطيع أن تعتمد على نفسها وليس لديها أي إنتاج، يعني كل شيء يأتي للعراق يأتي من إيران وهي تعتمد على إيران، وبالتالي هذه عنتريات مجرد محاولة لإرضاء إيران وأيضا لإرضاء الجمهور الشيعي الذي ينتظر موقفا لهذه الأحزاب الدينية. يعني سيد شاهو، في ظل اتخاذ هذا القرار وفي ظل هذه التهديدات بعقوبات اقتصادية على العراق، مقتدى الصدر يدعو لتشكيل ميليشيا دولية وجعل الجيش والشرطة تحت إمرتها، ما هدف الصدر من هذه الدعوة؟ هل تحمي تلك الفكرة الحشد من مطالبات الحل؟ بلا شك هذا يؤكد أن هذه الميليشيات عقائدية، وثانيا يؤكد أن محاولات الصدر بأنه يحاول إنهاء الميليشيات وأنه يعارض الميليشيات هذه كانت مجرد خداع ومجرد محاولات لكسب تعاطف الجماهير أثناء الانتخابات.
هذه الدعوة هي دعوة لتسجيل الشباب لجعلهم يعني في عمليات انتحارية وخارج الحدود، يعني هذه دعوة لتشكيل جماعات إرهابية تشكل خطر على أمن واستقرار العراق وباقي الدول. وأيضا العراق في هذه المرحلة بحاجة إلى الاستثمارات الدولية والاستقرار الداخلي، هذه الدعوات سوف يضرب في هذا الاستقرار وسوف يعيد العراق إلى الفوضى، وكل هذا الأمر لأجل مقتل قائد إيراني وليس لأجل مصالح العراق. وبالتالي جميع قادة الميليشيات عادوا إلى نفس، يعني هل تقصد أنه يثأر مثلا، هل يثأر لمقتل قاسم سليماني بهذه الدعوة؟ بلا شك أنه هو كان أول الحاضرين في أعداء قاسم سليماني، وهو بعدما يعود يرفع شعار كلا كلا أمريكا ويردد نفس الشعارات التي سمعناها سابقا، وهو ضمن هذه المنظومة ولا يمكنه الخروج منها لأنه يعتمد على الدعم الإيراني في سبيل بقائه وبقاء نفوذه ومصالحه داخل العراق. سيد شاه، سؤالي الأخير لكم، هل تتوقع مواجهات مباشرة حقيقية بين الميليشيات والقوات الأمريكية المرابطة على الأراضي العراقية، لا سيما وأن تهديدات قادتها وصلت إلى أعلى مستوياتها؟ بلا شك كان الأمر مستبعد من قبل الجميع بأن يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية الرأس الثاني داخل النظام الإيراني وهو قاسم سليماني، وبعد استهداف هذا الشخص واستهداف أبو المهدي المهندس كل الاحتمالات واردة. ولكن السؤال هنا، هل الميليشيات العراقية جدية في إصدار هذه التهديدات أم هي فقط تحاول أن تلعب بمناصريها وترفع شعارات هي أكبر منها؟ لأنه موازين القوى متفاوتة وأمريكا تستطيع أن تنهي وجود هذه الميليشيات. يعني فأنا أعتقد أن إلى الآن ليس هناك جدية لأنها تخضع للقرار الإيراني، ومتى ما قررت إيران المواجهة تستخدمهم في سبيل هذا وتحولهم لوقود في المعركة. يعني تقصدون هي شعارات رنانة لإثبات وجودهم على الأرض؟ تماما، لإثبات وجودهم وأيضا لترضية طهران بأنها تحتاج إلى هذه الجماعات حتى تبرهن على قدرتها على تحريك 4 عواصم عربية وإخضاعها نعم وصلت الفكرة. التخلي عن المصالح والأموال والسيارات المصفحة التي اكتسبتها بعد 2003. نعم، كان معنا عبر الهاتف مباشرة من السليمانية الباحث في الشأن العراقي سيد شاهو القرداغي، شكرا لانضمامك إلينا.